الحليب تعدى على تعدى على اختي. النهار الاول عيط لها اجي بيعي الحليب حدايا، صيفطها مقدم، ودابا ولا كيقول ليها لا حيدي من حدايا وبعيد منه ماشي قريبه لي. ضرب الوالده ديالي بالكوره، طير لها مضاضر، صيفط كوره للمماعن، شاف الدراري جايين هرب، من شاف الدراري جايين هرب صيفط المراه، المراه صيفط المراه ثاني كملت لي خاصها، هرست المماعن للطابله الناس كيشربوا الحليب ضربت عليهم الطابله. راه الناس تيشربوا عباد الله، واش كاين الحق ولا ما كاينش؟ راه بينا حقنا وبين تليفوني فيه الورق ديالي وفيه الرانديفو ديال الطب ديالي، راه ما يصحش انا في حقي. انا بغيت الوكيل المالي، انا هنا دوينا دواو البارح وجينا حنا اليوم دوينا، ولا قلت لا بغينا الشهود جوج عيالات، واش الرجاله ما قداوش؟ راه خمسه ولا سته رجاله وباقي النص في الشماعيه معاونين معنا، النص في الشماعيه، راه قال لك الظلم هذا، راه حشومه وعيب. واش المراه الرجاله ما تعيش؟ يا حسن دير الحريره ولا دير شي حاجه خايبه، كون كانت شي حاجه خايبه بغيتوها هذيك كتفرحوا ليها، ومني دايره حريره جيتوا ليها، مرا كبيره حتى المرا كبيره راه ما نبغيش، كلشي صبروا لي، المرا هجره المرا كبيره راه ما نصبروش ليها، تحقر في هاد البلاد راه حقره كتسمى حقره. وصلي هاد السيد كذا تحمد الشجره كنبيع فيها الحريره كنترزق الله، جا قال لي تحاولي حدايا، تحاولي حدايا ردوا لك البال من شهر 11، البارح حتى جات تهجم عليا، جا البارح قال لي تهزي حوايجك من هنا، قلت له ما عندي فين نمشي، هذيك البلاد عادي المخزن ماشي ديالهم، ماشي جالسه حداه ديال المخزن، جالسه كنبيع في الحليب، حتى جا قال لي تحيدي من هنا، قلت له دابا الناس كيشربوا الحليب ما غادي نمشي فين، قال لي صافي ما تمشيش انا عندي خدمتي، مشى خرج الدري الصغير بالعاني كيضرب لي الزليف بالكره، قلت له سير وليدي سير ما عليك والو، شديته منه المره الثانيه المره الثالثه شديته منه، قلت له سير بحالك غادي تيسخر نبيع نترزق الله على وليداتي. مني مشى دا الكره عطاها لمرته، الناس جالسين يشربوا في الحيره، جات المراه ضربت ليا الزليت الحيره هرستهم ليا وقلبت ليا الطابله، وانا كنشوف فيها ما دويتها ما كلمتها، دعيت الله ياخذ فيها الحق. درت شكايه البارح، مشيت البارح على الجندار، الله يجازيهم بخير وقفوا معايا، الله يجازيهم داموا بخير، وانا هاد الحقره هذه هي السيده انا ما نسمحش ليها، ما نسمحش ليها، بغيت الملك تو صاحب مو القهوه مو مرته تهجموا عليا بجوجهم، ضربتك هي ما ضربتنيش، وانا هرست لي المعنى ديالي كنترزق بهم الله، راه حشومه هادشي دارت لي. هو ضربك ولا لا؟ ما ضربنيش من زين تكذب، هي اللي دارت لي هرست لي الجبابه، هو كيتفرج فيها هرست لي الجبابه، قال لي هذاك راه سيري، قال لي هز هذاك راه تبقايش هنا، قال لي والبلاد ماشي ديالو ما دارت لي حتى حاجه، كون درت لي شي حاجه ما يجي عندي، انا ما داير لي والو، كنترزق الله على وليداتي وامي. السلام عليكم اولدي، السلام عليكم. قال والله جلالة الملك عطونا الحق، هاد السيد راه طغى علينا بزاف، راه ما نعرفو غير الله، جلالة الملك هاد السيد جا ليها قال لها تحولي من هنا، قالت لي في الاول جبتيني انت والمقدم، انا ما دايره لك والو، ما دايره شي بلاد، هاد الغمزه التحريره كنصور، نوبه نصور نوبه ما نصورش، وما واصله في الارتاع شفت ما حاجه، راه خارجه هذا الشيء تاع المخزن، قال لها الكلام ما عناكش، صيفط ولده وربعه الدراري عناه، جابوا الكوره ضربوا الكوره في الاول ضربوا زلايف، في الاخر هز الكوره الدري ضرب زلايف في الاخر تهرسوا، الاولين ما تهرسوش ولا هرس الاخرين. هزت الدرية الكرة شدتها من عندو، وأنا نشدها من عندها، ثارية الكرة نمدها ليها، هون خطي عليه، مد بغيت نمد ليه الكرة، قلت ليه يا سيدي الله يرحم لك الوالدين، دوعنا الدري اللي دار دوكا لهاد الحالة، هي مسكينة سيدة بغات تبيع شوية الحريرة، شوف اش دار، هز الكرة ضرب لي بها على الوجه، على العين اليسرية، وأنا عندي مرض قلب، ومريضة، ونطلب الله وجلالة مالك، يعطينا الحق. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، مرحبا بك.